عشان نكرم الخريجين في حفلتهم اليوم. انتوا ابصمتوا منذ قليل ومن ضمن القسم البحث العلمي والتطوير. البحث العلمي مقرون طبعا بكلية العلوم وأبحاثها العلمية المتقدمة في كل المجالات. بتقدم لكم بخالص الثانية من القلب وأشكر أولياء الأمور اللي حاضرين معاكم اليوم واللي البسمة فعلا موجودة على وجوههم. تمنياتي فيكم بمستقبل باهر بإذن الله وخدمة أبناء حافظتكم وحافظة الغربية. كل سنة وأنتم طيبين وشكرا لكم جميعا وتمنياتي لكم التوفيق. Let's see what happens.